الجيش اليمني يتقدم نحو المدخل الغربي لمدينة البيضاء وسط انهيارات كبيرة لدفاعات الحوثي. العراق يبدأ بتأمين أبراج الطاقة ومجهولون يستهدفون خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ. ميليشيات إيران تنقل صواريخ أرض من قلعة الرحبة الأثرية إلى أطراف الميادين بريف دير الزور. النيابة العامة في لبنان تحيل طلبات رفع الحصانة والاستدعاءات بانفجار المرفأ إلى المراجع المختصة. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة الحدث. أعلن الجيش الوطني تقدم قواته مسنودة بالمقاومة نحو مديرية المظفر عند المدخل الغربي لمدينة البيضاء، وذلك بعد أن أحكم سيطرته فجر الاثنين على مركز مديرية الزاهر وقريتي الروضة والخلوة. وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي انهارت ولاذت عناصرها بالفرار، تاركة عتادها العسكري الذي تم استعادته ويشتمل على 3 دبابات وعدد من العربات العسكرية. وفي جبهة الحازمية جنوب شرق مدينة البيضاء تتواصل المعارك لليوم الرابع وسط تقدم لقوات الجيش والمقاومة باتجاه منطقة الملاجم. وأكدت مصادر ميدانية أن مقاومة البيضاء أحرقت عربتين عسكريتين للميليشيات في منطقة المسحر بمديرية الصومعة، وقتل جميع من كانوا على متنها. بسم الله بسم الله، يلا تكبير يا رجال تكبير. كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صباح يومنا هذا تم الاستيلاء على مقر إدارة مديرية الزاهر بصمود الرجال وبتكاتف المقاتلين والمرابطين، تم هذا النصب والحمد لله. الله أكبر. أعظم فرحة اليوم بمناسبة 7 سنوات. مشاهدينا ننتقل الآن ونستمع لكلمة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس بعد مثولها أمام القضاء. وذلك علاش منظمة باوسلان تحرم خرجتنا احنا اللي أكثر كتلة تعرضت للعنف، خرجتنا بالديفينيسيون جديدة والتعريف الجديد نتاعهم نتاع العنف، أكثر كتلة مارسنا العنف وقلبوا الحقائق. وعلاش قلبوها الحقائق؟ على خاطر عندهم الملف نتاع الاتحاد البرلماني الدولي اللي طالب منهم انهم يعطيوا واش عملوا لحمايه الاستاذ عبير موسي بالعنف، وهم كذبوا عليهم وقالوا لهم عملنا لجنه وتحقيق وهم يكذبوا، واستعملوا المنظمه هذه باش يقولوا هيك راهي تمارس في العنف بدليل تقرير بوصله صنفهم الكتله نتاع العنف. هيك راهي قاطعوها الاعلام خاطرها اعتدت على صحافي. يعني هما قاعدين يعملوا في تركيب ملف واستخلوا انه فما بيادق قبلت انها تكون جزء من المسرحيات اللي هما عملوها باش يكونوا دوسي لدى البرلمان الدولي اللي هو جاي يحاسب فيهم، وقال لهم راني ريت بعينيا صوتا وصوره باش يقلبوا الحقيقه ويردونا احنا اللي عملنا العنف ويردوا رواحهم المظلومين ويردونا احنا اللغه هذه نتاع تعطيل الجلسه وتعطيل المجلس وتنظيم البرلمان، وانتم ما ترجعوا للجلسات. احنا عطلنا انه يكونوا ابناء القرضاوي في المحكمه الدستوريه اللي توا سيكو رشيد خدم خدمته باش عمل لهم جلسه نهار 8 جويليه باش ينتخبوا جماعه القرضاوي. واحنا وقفنا للاتفاقيه قطر المشبوهه اللي توا كما قلت استاذ ولاو كلهم يتجاراو يلموا في الامضاءات، قال شنو باش نطعموا؟ وسيكو رشيد عامل فيديو توا يوري في التوانسه شنو المواطن نتاع الخلل، شنو ما وريتهمش قبل؟ شو ما وقفتش معنا في مكتب المجلس باش نحكوا النقطة هذيك. إذا احنا وقفنا وين فما بيع البلاد. الجلسة اليوم يحكيوا على الميغافون لأنهم وقتها تفكروها في المبنى الفرعي ويقصوا عليك الميكرو وما تعطيكش الكلمة، وما كريتوا الفضاء طويل وعريض باش بلغنا صوتنا وقت اللي باعوا تونس وعملوا القرض نتاع 2000 مليار. واللي من بعد كي سالت انا وزير الماليه في شنو هزيتهم قال لك اخذنا قروضنا لنصرفها على ميزانيتنا.
وزادوا 2000 مليار اخرى مره اخرى، وزادوا القرض نتاع التوريد نتاع الفوسفات، ونزلوا يبيعوا في البلاد بالطول وبالعرض. احنا عمرنا ما نتحركوا ونسيحوا صرخه الم قويه ونمروا للاحتجاجات السلميه كان في المواقف المفصليه. عملوا الاعتصام الاول على خاطر تعرضنا للعنف، الاعتصام الثاني خاطر منعوني باش نعدي وقتها مشروع قانون في لجنه الصناعه وتعرضت للعنف، الاعتصام الثالث كي جابوا لنا الاس دي سي اللي عنده قضيه ارهاب شد عليها الحبس قبل، وجاء الامن الرئاسي نفسه قال راهو هذايا عنده علاقه ببؤر التوتر وبالتسفير. ونذكر اللي تو حكاها الناس في اليوم حكاها وقتها كي جا تاع الامن الرئاسي المسؤول على الامن الرئاسي قال راه قدرنا ماهوش مخطر. قمت انا قلت له انت باي حق تقدر مخطر ولا مش مخطر، وباي حق تقوموا بالاجتهادات ما دام انسان عنده علاقه بالارهاب باعترافكم ما يدخلش للبرلمان. دخل سيء الذكر مخلوف في حاله هستيريه، انا من كثره الرعب وقتها في بالي بروحي قاعده نصور وانا طلع موش يصور التليفون من كثره الرعب، ويقول له سيبها باش نقتلها سيبها باش نقتلها، ويهاجم عليا وكان وقتها سيبوه عليا يقتلني في البيرو نتاع توما الجيري نتاع سيدهم الشيخ. وتعرض وقلت انا عامله وما صدقني حد، تعرض له دار الفتيتي ويرص فيه رصان على الفوتوي على الديفان ويحطونا حاضر. اليوم قالوها الحقيقه هذه بعد اكثر من عام وقت اللي وصلنا للوضع اللي احنا فيه توا، باش تفهموا انتوما كي نتكلموا ما يسندنا حد، كي نتكلموا ما يمرر لنا حد كلامنا، ديما اللي نعملوه يقزموه، اللي نعملوه يعملوه ضحكه في الماتينات، ويعملوه ضحكه في القايله، ويعملوها تفدليكه يعديوها زعما نتاع كاريكاتور، ويعديوها باش يضحكوا بها الناس في المنابر، وقت اللي احنا قاعدين نخدموا خدمه في العمق، لانه احنا الوحيدين نعرفوا ديهم الخوانجيه، ونعرفوهم وين يحبوا يوصلوا، واحنا الوحيدين اللي مجندين رواحنا. انه نقطع عليهم الطريق مش ما يصلوش هما يعملوا فيه، وتوا بك الانبطاح اللي صار مروا للتغول ومروا للوضع اللي احنا فيه توا، وبكل صحة رقعة جاي 10 نواب برا وبحثوا في العوينة يسحي لنا قطعة حبل جاي بهواء. شكرا استاذ كريم، شكرا لهيئة الدفاع. توا الاخ ثامر سعد باش يعطينا لمحة على ما نعتزم القيام به من تحركات دبلوماسية ودولية، لأنه بكل المقاييس أصبحنا نتحدث عن القضية التونسية اللي يلزم نمر للتعريف بها لدى الدول ولدى الأمم المتحدة ولدى المؤسسات الدولية. واليوم رانا في حالة احتلال يا توانسة، اليوم ما يفرق حتى شيء علي كانوا يعيشوه زعماء الحركة الوطنية أيام الاستعمار المباشر، لكن اليوم قاعدين نعيشوا في استعمار بطريقة أخرى، وقاعدين نشوفوا في تركيع للشعب التونسي وعملية إبادة جماعية للشعب التونسي باش ما يخرجش للشوارع وباش تبقى الحكومة هذه ويقعدوا يبيعوه ويرهنوه. إذا باش يحكي لنا سي ثامر على تحركاتنا للتعريف بالقضية التونسية. تفضل سي ثامر. شكرا أستاذة، قبل كل شيء شكرا لك على كل ما تفضلت به منذ قليل، شكرا للزميل الأخ إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد مثولها أمام القضاء. نعود إلى ملفنا في اليمن وننتقل مباشرة إلى محافظة حجة حيث ينضم إلينا من هناك موفد الحدث عبد المحسن الحربي. أهلا بك معنا عبد المحسن، نريد أن نعرف منك آخر التطورات العسكرية حتى الآن على الأرض، تفضل. نعم بالفعل الأنظار تتجه الآن إلى مدينة البيضاء مركز أو عاصمة محافظة البيضاء التي قاب قوسين أو أدنى من دخول الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة اليمنية وكذلك بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استيقظ اليمنيون صباحا اليوم على أخبار قادمة من البيضاء وتحديدا تحرير مديرية الزاهر التي دارت فيها معارك عنيفة يوم الأمس حتى فجر هذا اليوم عندما تم الإعلان عن استكمال تحرير هذه المديرية بشكل كامل ومناطق الروضة ومناطق الخلوة فيها، وبعد ذلك استمرت العمليات والآن القوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة تنظر إلى هذه الخطوات القليلة التي تفصل وصلها عن المدينة مركز المحافظة وعاصمة محافظة. طيب عبد المحسن، تفصل ما بين
طيب عبد المحسن، يعني تحدثت الأخبار عن تحرير منطقتي الخلوة والروضة في هذه المعركة، ونتحدث عن معركة البيضاء. هل هاتان المنطقتان لديهما أهمية استراتيجية، وما هي؟ نعم، هي منطقة استراتيجية، لأنه خلال الأيام الماضية كان الجيش الوطني اليمني يحاول الوصول إلى هذه المنطقة حتى استطاع الوصول إليها، وهي منطقة محاذية لمركز المحافظة وكذلك عاصمة المحافظة، بالتالي تكتسب أهميتها من قربها من العاصمة المحافظة التي تبعد ما يقارب 10 كيلو إلى أقل من ذلك. بعض الأنباء الواردة من هناك تقول بأنه القوات أصبحت على ما يقارب 8 كيلومترات في هذه الجبهة الشرقية أو الغربية من محافظة البيضاء. هذه العملية التي أطلق عليها النجم الثاقب انطلقت قبل 3 أيام، كانت عملية مفاجئة للميليشيات الانقلابية، وأحدثت بها خسائر كبيرة في الأرواح في العتاد وفي أيضا صفوفها التي تراجعت كثيرا. كانت هنالك الجبهة الغربية انطلقت قبل يومين أو 3 أيام تحديدا، لتنضم إليها هذه الجبهة الشرقية. الجيش الوطني اليمني يقول بأنه لن يتوقف حتى يستكمل تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل، هذه المحافظة الاستراتيجية التي تطل على 8 محافظات أخرى. نعم. وهي منطقة استراتيجية استغلها الحوثيون طوال الفترة الماضية منذ استيلائهم عليها عام 2015 في الهجوم على عدد من المحافظات. شكرا على كل هذه الإيضاحات من محافظة حجة، كان معنا موفد الحدث عبد المحسن الحربي، شكرا جزيلا عبد المحسن. بعد عودته إلى مسقط رأسه في محافظة البيضاء، أشاد الشيخ عبد العزيز عبد ربو الحميقاني، وهو من قادة المقاومة الشعبية في المحافظة، بتحالف دعم الشرعية ونصرته للقوات المشتركة في معركة تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية. عدنا اليوم إلى بلاد الرابحين ورؤوسنا شامخين، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الرجال المخلصين من أبناء الحميقان، ولا ننسى كذلك اخواننا اهل يافع من ابناء يافع والعمالقه الذي كان لهم دور كبير في نصرتنا وفي هذه المعركه. والشكر موصول لكل من ساندنا ولقوات التحالف العربي ممثله بالمملكه العربيه السعوديه وكل من ساهم وكل من دعم لهذه المعركه. اليوم هذه المعركة، الانتصار هذا هو بداية الانتصار لليمن كله. إن شاء الله لن نتوقف في الزاهر، لا لا لا، لابد من مواصلة المسيرة، ولابد من مواصلة التقدم حتى تحرير المحافظة وكل ربوع الوطن بإذن الله. لمعرفة التطورات العسكرية وتحليلها من القاهرة معنا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. أهلا بك معنا دكتور عبد الملك. إعادة فتح معركة البيضاء في هذا التوقيت تحديدا، ماذا نفهم منه من جانب الاستراتيجية العسكرية أو الخطط السياسية المستقبلية التي ترسمها الشرعية؟ خلص تحلك يا اخوي استاذ ضحى المشاهدين الكرام. بدايه هذه العمليه هي عمليه ضغط عسكري من اجل الوصول الى عمليه سلميه. زميلتنا ضحى كانت الصباح استاذه تهاني، لانه على العموم على العموم هذه العمليه هي لها احتياج سياسي من اجل انهاء الصراع. لا بد من وجود ضغط عسكري فعلي على الارض من اجل انهاء الصراع وبالتنسيق مع المجتمع الدولي. دعونا نقرأ التفاصيل الحاصلة الآن على الأرض. هناك سيطرة الآن على مديرية الصومعة، هنالك سيطرة على مديرية الزاهر، وهذه مديرية الصومعة هي تحد مدينة البيضاء من الشرق ومديرية الزاهر تحدها من الغرب. والمعلومات التي تتواصل الآن أن القوات والأبطال الآن على مشارف جامعة البيضاء وعلى مشارف مدينة البيضاء، وخلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة ربما نسمع أخبار طيبة من هذا الأمر. أيضا تم تحرير مديرية ناطع
نعمان في طريقها للتحرر. أعتقد أنه مديرية ذي ناعم والطفة ستسقط تباعا. هناك أيضا مسورة ستسقط تباعا كلها مثل حجارة الدومينو. هناك معلومة قالها أحد الضباط المتمكنين جدا في قراءة الأحداث في البيضاء، قال أن الميليشيا الحوثية لا تسيطر إلا على الإسفلت، ليس لها وجود عسكري قوي في البيضاء ولا حاضنة شعبية إلا النقاط التي تضعها في الإسفلت، وهذا يفسر الانهيارات الكبيرة الحاصلة. وأعتقد أن عملية النجم الثاقب ستؤدي ثمارها، لكن حتى تؤتي ثمارها لابد من مواصلة الضغط العسكري في مارب، لابد من مواصلة الضغط العسكري في الجوف، لابد من صنع ضغط عسكري يشتت قوات الميليشيا الحوثية وقدراتها في جبهات مختلفة. هناك جبهة مرشحة للانفجار ومرشحة لتحرير مساحات شاسعة فيها، وهي جبهة قعطبة مريس دمت، حيث أن المعلومات التي تصل من هناك أن حشود الميليشيا الحوثية قليلة جدا وتتواجد في بعض المدارس، لا يوجد أحد. إذا تم تحريك القوات هناك ربما يحصل اختراق كبير يصل إلى مشاكل عارف إب. هنالك ضغط عسكري لابد أن يحصل في حجة، هنالك ضغط عسكري في الساحل الغربي لابد أن يحصل، هنالك ضغط عسكري لابد أن يحصل في تعز من أجل تشتيت موارد الميليشيا الحوثية، لأن الميليشيا الحوثية تعودت على صناعة فقاعة الوهم القوة. طيب ما الذي تحشد قواتها من كل مكان إلى جبهة واحدة لتقاتل؟ طيب دكتور عبد الملك، هذه ليست المعركة الأولى التي تطلقها الشرعية على البيضاء، ما الذي يختلف في هذه المعركة عن المعارك السابقة؟ لماذا هناك تفاؤل بأنه بالفعل سيتم تحرير البيضاء من ميليشيات الحوثي ولم تتمكن سابقا؟ هي أختي أستاذة هانم، السياق دولي، السياق سياسي، هذه المعركة هي أداة ضغط، وانتظروا معارك أخرى وضغط عسكري آخر، لأنه منذ إطلاق المبادرة السعودية وتعيين المبعوث الأمريكي إلى اليمن كان هنالك إعلان واضح إنهاء الصراع في اليمن. إلا أن سلوك الميليشيا الحوثية اتخذ الحماقات والأعمال والتصعيد والإرهاب والعنف والبلطجة، ما أوصل الناس إلى قناعة أنه من أجل إنهاء الصراع لابد من ضغط عسكري. وأعتقد أن هذه هي مقدمة، ما ليست إلا رأس جبل الجليد مما ستواجه الميليشيا الحوثية. سيكون طيب هناك ضغط عسكري كبير على الميليشيا الحوثية، ليس طيب بيضاء طيب بل هناك جبهات ستفتح تباعا، هنالك طيب عقوبات، هنالك ضغوطات. نعم، هذا الكلام لماذا لم يكن سابقا؟ لماذا استمرت المعارك إلى هذا الوقت كله إذا كان بالفعل لدى الشرعية القدرة على الضغط العسكري؟ لماذا ما كان من البداية؟ أختي أستاذ هند، دعينا نكشف الناس بصراحة. بصراحة الموارد موجودة ومتاحة، وهنالك موارد كثيرة جدا متاحة لدى القوات المسلحة والشرعية تستطيع أن تصل إلى صنعاء في وقت قياسي. هناك 30,000 مقاتل في المنطقة العسكرية الأولى، فيها دبابات وميكا وجميع أنواع الألوية. هناك 40,000 مقاتل في أبونا شبوة مدققين بكل أنواع الأسلحة. في جبهة سيرا التي مطلة على مكيراس والتي هي المنطلق من أجل الضغط من الجنوب باتجاه البيضاء، تبعد عدد من الكيلومترات. قبل 3 أيام توجهت 70 طقم ومدرعة إلى لودر من أجل عمل معين، وجبهة سيرا على بعد كيلومترات منها. في طور الباحة كان هنالك عرض عسكري بمئات الأطقم والمدرعات التي لا تعمل شيء. المسألة الموارد موجودة، فقط تحتاج قرار سياسي بتوجيه هذه الموارد لمواجهة الميليشيا الحوثية. نحتاج الآن فورا الذهاب لاستحقاقات اتفاق الرياض. ما فعله أبطال الجنوب في الزاهر من العمالقة ومن أبناء يافع هو درس. نعم، إنه إذا اتحد الجنوبي والشمالي على لمواجهة العدو الواحد وهو الحوثي وبعدت كل الحسابات الأخرى، أعتقد أن الميليشيا الحوثية أضعف. شكرا. أوهن من بيت العوكبوت، فقط نحتاج تجميع الموارد، نحتاج إرادة سياسية. دكتور، كل الطاقات دكتور عبد الملك، عندئذ نستطيع. والله أنا دكتور عبد الملك، أنا الوقت انتهى تماما، ولكن لما تقول إنه الميليشيات الحوثية أوهن من بيت العنكبوت وإلى الآن لم تتمكن الشرعية من حشد مواردها وهزيمتها، هذا يضع علامة استفهام كبيرة في على الشرعية. باختصار إذا عندك إجابة لو سمحت. هذا هو السؤال يا أستاذ، هذا السؤال هو الإجابة
عند مفاصل صناع القرار في الشرعية أنه لابد من الإخلاص مع التحالف العربي الذي أتى لأدنى. شكرا جزيلا. العبث الذي حاصل في أبين وفي شبوة وفي حضرموت في المنطقة العسكرية لابد. وضحت الصورة. لابد من التوجه لقتال الحوثي وفرض السلام. نعم. شكرا جزيلا. معنا من القاهرة كان معنا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. شكرا جزيلا لك. أكدت الولايات المتحدة عزمها إعادة التعاون مع الجيش اليمني وبناء قدراته من أجل مواجهة النشاط الإيراني الخبيث ومكافحة الإرهاب في اليمن، حيث يوجد واحد من أخطر فروع تنظيم القاعدة بحسب تقرير الإتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت الخارجية الأمريكية في تقرير لها حول الإتجار بالبشر أنه سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل الجيش اليمني عبر إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني، وسيشمل الدعم وحدات حرس الحدود وخفر السواحل وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن مسلحي تنظيم داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في العاصمة بغداد. في الأثناء وصل وفد أمني وصف بالرفيع إلى محافظة نينوى للاطلاع على خطة حماية أبراج نقل الطاقة. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي إن تنظيمات وصفها بالإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة، وأشار في مقابلة مع قناة الإخبارية العراقية إلى وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري لتأمين خطوط نقل الطاقة. فيما يخص الإحصائيات وعدد الأبراج التي تقريبا استهدفت من قبل التنظيمات الإرهابية لحد البارحة كان هو بحدود ما بين 45 إلى 44 برج، وهذا عن طريق الفريق رشيد فليح اللي كنا جالسين معه. طبعا تم إصلاح أغلبها. استلم الفريق رشيد؟ يعني هو عملية إدارة هذا الملف. كما تعلم أنه توجيه القائد العام للقوات المسلحة بأن تكون هناك غرفة مشتركة فتحت في قيادة العمليات المشتركة بين القوات الأمنية وبين وزارة الكهرباء. نعم. وفي هذه الغرفة تم إعداد الخطط والمنظومة العملية العلمية للحقيقة، أولا وضع خطط كفيلة بعدم استهداف هذه الأبراج، النقطة الثانية وضع خطط أمنية للمراقبة والتدقيق والملاحقة، والنقطة الثالثة أيضا ملاحقة من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية وكذلك تحميل المسؤولية للقطاعات الأمنية التي تمر تلك الخطوط فيها. مشاهدينا، نشير إلى هذه العواجل من العراق الآن. مصادر الحدث تقول استهداف قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها قواعد أمريكية بصواريخ، تم استهداف هذه القاعدة وهي قاعدة عين الأسد التي تعتبر هي من القواعد الأمريكية، استهدفت بسبعة صواريخ حتى الآن. سنحاول أن نعرف المزيد من المعلومات حينما جهز معنا زميلنا مراسل الحدث منتظر الرشيد. أهلا منتظر، ما هي تفاصيل هذا الخبر العاجل؟ تفضل.
بالفعل تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار القريبة من منطقة حديثة لقصف صاروخي بصواريخ الكاتيوشا تحديدا. هذه الصواريخ سقطت داخل القاعدة، لا توجد أي معلومات عن المكان المستهدف، وما إذا كانت طبعا هذه الصواريخ قد سقطت في يعني مساحات مفتوحة داخل القاعدة، أم أنها استهدفت الأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. هذه القاعدة مترامية الأطراف كبيرة، من أكبر القواعد العسكرية التي يتواجد فيها الأمريكيون داخل العراق، فيها طائرات، فيها حظائر لهذه الطائرات. القاعدة ليست المرة الأولى التي تعرض طبعا فيها لقصف بصواريخ الكاتيوشا أو حتى بالطائرات المسيرة بعد التوتر الأخير وبعد الاتهامات للقوات الأمريكية بأنها قصفت مواقع للحشد الشعبي داخل العراق. هناك أكثر من فصيل هدد القوات الأمريكية صراحة وبشكل علني، وأيضا أكد أكثر من قائد لهذه الفصائل بأن الرد سيكون قريبا جدا، ربما هذا هو الرد، لا ندري صراحة. لم يتبنى أي فصيل من الفصائل المسلحة العراقية هذا الهجوم، لكن الهجوم وقع قبل قليل في قاعدة عين الأسد. نعم. طيب منتظر، إذا ما تحدثنا، هذا طبعا ليس الاستهداف الأول، ولكن كثرة الاستهدافات على القواعد الأمريكية العسكرية الموجودة في العراق في الفترة الأخيرة، إلى ماذا يعزوه بعض المحللين في العراق؟ هل هو مرتبط بالاتفاق النووي مثلا، أم هي ردة فعل التي توعدت بها بعض الفصائل عندما قصفت ميليشيات الحشد الشعبي أو فصيل من الحشد الشعبي في سوريا في البوكمال؟ يعني الشيخ قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق تحدث صراحة مؤخرا وأكد بأن إخراج القوات الأمريكية كما ذكر لا علاقة له بالاتفاق النووي، وأن هذه الفصائل عازمة على إخراج القوات الأمريكية بكل الوسائل المتاحة على حد طبعا تعبيره. ربما تكون الصواريخ أحد هذه الأساليب التي سيتم من خلالها الضغط على القوات الأمريكية لجدولة انسحابها أو للإسراع بسحب هذه القوات من العراق. هذا ما يتم تداوله الآن في الأوساط السياسية العراقية، أن هذه الفصائل تؤكد بأن لا علاقة لها بالملف النووي ولديها مشروعها الخاص بإخراج القوات الأمريكية من العراق. شكرا على كل هذه الإيضاحات حتى الآن من بغداد مراسل الحدث منتظر الرشيد، شكرا جزيلا. طبعا هذا الملف مشاهدينا سنتابع في الساعة المقبلة، لتتفضلوا بالبقاء معنا. الآن هناك تأهب واستنفار أمني كبير لحماية خطوط نقل الطاقة في العراق، وذلك وفق ما أعلن قائد العمليات المشتركة تحسين الخفاجي الذي كشف عن قوات عسكرية مشتركة لتأمين تلك النقاط. الخفاجي قال إن الاستهدافات الأخيرة لأبراج الطاقة الكهربائية طالت 45 برجا تعرضت للاعتداء والتخريب من قبل إرهابيين قبل أن يتم إصلاح معظمها، وكانت خطوط نقل الطاقة في العراق تعرضت لهجمات تسببت في إخراجها عن الخدمة وقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء العراق، وهو ما استدعى توصيات حكومية عاجلة للعمل على حلول آنية كان من بينها حل مشاكل انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية وتجهيز القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الإيراني كحل سريع للصيف الحالي، وكذلك إجراء الفحص الحراري المستمر لخطوط التوتر العالي من قبل الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية في البلاد، وتحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل وذلك بحسب المناطق، وإلزام شركة سيمنز بضبط قيم التردد لوحداتها العامة، كما استدعى استهداف أبراج الطاقة مؤخرا وزارة الداخلية العراقية للتعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي. We'll be right back.
لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الإعلامي والمحلل السياسي فلاح الذهبي. أهلا بك معنا سيد فلاح. سيد فلاح، يعني الآن التصريحات تقول بأنه تنظيم داعش يقوم باستهداف خطوط الطاقة وإمدادات الطاقة في العراق، ولكن هناك استهدافات حصلت في مناطق لا يتواجد فيها تنظيم داعش، وأعزاه البعض لوجود جهات نافذة في الحكومة العراقية هي التي تقوم بهذا العمل للانتفاع الشخصي. ما حقيقة إذن ما يحدث فعلا في العراق فيما يخص الطاقة؟ تحية طيبة. حقيقة مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية ومشكلة نوع من المنتفعين، الإقطاعيات السياسية التي جاءت بعد 2003 والتي حولت وزارة الكهرباء إلى بقرة حلوب. يعني نحن حتى الآن صرفنا أكثر من 55 مليار دولار على محطات الكهرباء دون جدوى، هنالك استيراد لمحطات كهرباء وما زالت جاثمة على الأراضي في البصرة دون أن يتم التوقيع في الحكومات السابقة على تركيب هذه المحولات. هنالك استيراد جائر على الأقل من لبنان لبعض المحولات الكهربائية التي تنتج أصلا وبطريق وبدرجة عالية من الجودة هنا في العراق، حسب تصريحات وزير الصناعة وكالة السيد محمد إشياع السوداني في أكثر من مرة. حقيقة أنا في تصوري وما كان يدور قبل أن تحصل هذه الأزمة، كان هنالك كلما قامت الحكومة العراقية بعملية تحدي عالي لتحسين الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للناس من خلال الاتفاقية الثلاثية مع مصر والأردن التي وقعها السيد الكاظمي، ما ذهب به إلى الاتحاد الأوروبي والحديث مع حلف الناتو، لقائه بالبابا وحديث عن مجيء أكثر من 3000 حاج مسيحي إلى أور، كل هذه مع قرب الانتخابات لا ترضي القوى السياسية. ولاحظي بمراجعة بسيطة تجدين أن ملف الكهرباء دائما يستخدم قبل الانتخابات بفترة وحتى توضع كل هذه على شماعة الحكومة. في حكومة الكاظمي استلمت الخزنة وفيها أقل من 200 مليون دولار، في حين كانت حكومة السيد عادل عبد المهدي في خزانتها 45 مليار دولار لم يتم إصلاح الكهرباء. الآن السيد الكاظمي أعاد 3 مليارات بقضية متابعة الفساد لم يتم الإعلان عنها، حتى الآن لم يتم الحديث فيها. حقيقة هي محاولة لتحميل السيد الكاظمي كل ما يحصل في هذا الملف. طيب، حتى وإن حملوا السيد الكاظمي كل ما يحصل في هذا الملف، وهناك وعد بموضوع الانتخابات التي ستحدث خلال الأشهر القليلة القادمة، إذا ما تحدثنا أو الانتخابات، يعني إذا ما تحدثنا، إذا كان المشهد نفسه راح يكرر نفسه حتى وإن كان بعد الانتخابات، بمعنى ما الذي يضمن بأن الحكومة المقبلة المنتخبة ستسير بنفس الخط الإصلاح الذي ينتهجه السيد الكاظمي ولا ترضخ أمام هذه الضغوط؟ يعني ربما كل الحكومات السابقة، لا ننسى أن حكومة الكاظمي لم يمضي عليها سوى عام واحد، كل الحكومات السابقة كانت تستخدم أقصى طاقات الكهرباء إلى أن تصل إلى مرحلة ما قبل الانتخابات تحدث هذه الانهيارات، وهي ليست انهيارات كبيرة. سيد فلاح، في السابق سيد فلاح أعتذر على مقاطعتك، ولكن هناك صور عاجلة يعني جاءت لمنصات الصواريخ التي انطلقت على قاعدة عين الأسد. قبل قليل كان هناك مجموع 7 صواريخ كاتيوشا انطلقت على قاعدة عين الأسد، وهنا قاعدة طبعا تتواجد فيها العديد من القوات الأمريكية. تحدث مراسل الحدث قبل قليل وقال بأنه لا يوجد حتى الآن أي فصيل من الفصائل المسلحة في العراق تبنت هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. طيب، أعود إليك من جديد سيد فلاح، عذرا على مقاطعتك، ولكن إذا باختصار الحكومة المقبلة كيف ممكن أنها تسير على نفس النهج الإصلاحي الذي ينتهجه السيد الكاظمي ولا ترضخ لهذه الضغوط؟ يعني حقيقة ما دامت هذه القوى السياسية باقية وتعتبر الوزارات إقطاعيات لها ولا تسمح لأي وزير تابع للحكومة أن تجير إنجازات لهذه الحكومة،
ما لم يتم التخلص بانتخابات نزيهة من هذه القوى السياسية من الحرس القديم الذين أتخموا بجوع الناس وملأوا جيوبهم من خزائن العراق بميزانياته الانفجارية، لن يتحسن الوضع. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. من بغداد كان معنا الإعلامي والمحلل السياسي فلاح الذهبي، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة معكم وفيها أيضا أكثر من 60 نائبا أوروبيا يطالبون الاتحاد الأوروبي باتخاذ عقوبات ضد طهران بسبب مخططاتها الإرهابية في أوروبا. دائم. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم من جديد. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا نقلت دفعة تضم عددا كبيرا من صواريخ أرض إيرانية الصنع من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية إلى أطراف ومحيط الميادين. وبحسب المرصد فإن الميليشيات أخرجت تلك الصواريخ على متن شاحنات ترافقها حماية مشددة خلال الساعات الماضية، حيث شوهدت تلك الشاحنات متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، حيث كانت الميليشيات الإيرانية قد أعدت فيها سابقا منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، كما أن أقرب منطقة في مرمى تلك الصواريخ هي حقل العمر النفطي الذي يحتوي على قاعدة عسكرية أمريكية بحسب المرصد. هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن استهداف حقل كونيكو للغاز شمال غرب دير الزور بهجوم صاروخي قبل أن تعود لتنفي ذلك. وأشار بيان رسمي لمركزها الإعلامي إلى عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن الهجوم، موضحا أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة كانت ناجمة عن تدريبات عسكرية بالأسلحة الحية أجرتها بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش. ومن جانب آخر نفى المتحدث باسم قوات التحالف الدولي كذلك صحة التقارير التي تفيد أيضا بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي في قاعدة حقل العمر قرب مدينة الميادين في دير الزور السورية. ومعي من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحال. أهلا بك معنا سيد أحمد. ما حقيقة ما يحدث في حقل العمر في سوريا؟ ما الذي يحدث تحديدا؟ يعني تضاربت الأقاويل، ولكن من رؤية بعيدة ومن زاوية عسكرية بعيدة، حقيقة ما يحدث ماذا؟
تحياتي لك ولكل مشاهدي الحدث. يعني حقيقة اليوم المراقب اللي عم يراقب وعم يرصد ما يحصل في شرق الفرات، في على الحدود العراقية السورية، في منطقة البادية ما بين تدمر ودير الزور، في الميادين والبوكمال، هناك استعدادات لحرب، هناك استعدادات وتحصينات. قوات سوريا الديمقراطية رفعت حالة الجاهزية القتالية وأقامت السواتر الترابية. قوات التحالف زادت من الدوريات وزادت عمليات الاستطلاع. بالأمس حصل اجتماع في مطار دير الزور العسكري ما بين نظام الأسد وبين بعض القيادات الروسية، وقرروا وقف كل الدوريات المشتركة مع الميليشيات العراقية التي كانت على بعض قطاعات الطريق ما بين دير الزور وتدمر. أيضا الميليشيات الإيرانية إضافة إلى تعزيز الصواريخ ونقل بعض صواريخ أرض أرض التي وصلت عبر عربات نقل الفواكه والخضار في وقت سابق إلى منطقة مادي والبوكمال، أيضا قامت بعمليات تحصين وقامت بعمليات سحب بعض العناصر إلى المناطق السكنية بالإضافة إلى التحصينات العسكرية التي قامت بها. إذا اليوم هناك عمليات تصعيد واضح من أن إيران تريد أن تصعد سواء على الجبهة العراقية أو على الجبهة السورية. التصعيد الإيراني يعني متأكد ومتوافق عليه من أن إيران اليوم التي تعيش مأزق في فيينا غير قادرة على إنجاز اتفاق يحقق مبتغياتها. هناك تموضع أمريكي شديد من أنها لا تريد إنتاج اتفاق ضعيف، من أن الملف الصواريخ البالستية يجب يكون على طاولة المفاوضات، من أن طب هل هو مرتبط بالمنطقة يجب أن تكف وتعود. طيب يا أستاذ أحمد، هل الموضوع هذا مرتبط يعني بالبرنامج النووي، ولا هي استراتيجية معينة وسياسة سيتبعها رئيسي في حكمه ويبدأ التمهيد لها إلى أن يستلم الحكومة أو تتشكل الحكومة في ذلك الحين؟ يعني اليوم الرئيس إبراهيم رئيسي أو المفاوض عراقجي الموجود في فيينا يريدون أن ينتجوا اتفاق ما قبل استلام رئيسي، لأنهم يعطوا حيز من المناورة. أيضا اليوم هناك أمر ضاغط داخل إيران، الوضع الاقتصادي، لكن ما يقلق القيادة الإيرانية هو ما يحصل في العراق. اليوم القيادة العراقية في العراق، رئيس وزراء الكاظمي، أنا آسفة بس في العراق أسمح لي أستاذ أحمد عذرا على مقاطعتك، بس في العراق يعني التحالف الدولي يقول قاعدة عين الأسد هوجمت بثلاثة صواريخ وليست سبع صواريخ كما ذكرنا قبل قليل، حيث سقطت في محيط القاعدة ولا توجد هناك أي إصابات. إذن التحالف الدولي أكد الهجوم بثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد ولم يسجل حتى الآن وجود أي إصابات. كنت تتحدث على المخاوف ليست من سوريا أستاذ أحمد، وتتحدث عن مخاوف من العراق، هل ما يحدث من استهدافات في سوريا هي مرتبطة بما يحدث في العراق بين حين وآخر على القواعد العسكرية الأمريكية مثلا؟ تماما، هذا هو ما أردت قوله، من أن الملف السوري والملف العراقي، المسرح الأعمال القتالية في سوريا مرتبط بما يحصل في العراق. اليوم توجهات العراق لمنع الاشتباك ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أراضي، اليوم توجهات العراق الوطنية والعربية والاجتماع الثلاثي الذي حصل ما بين مصر والأردن والعراق يقلق إيران. اليوم الاتفاقيات الاقتصادية والجنوح نحو ما يسمى الشام الجديد الذي أيضا تقلق إيران، كلها يعني أوامر أو كلها إجراءات تقلق الأجندة الإيرانية، من سحب البساط، قصف بالأمس وضرب الأبراج الكهربائية هو عمل لميليشيات إيران وليس لتنظيم داعش، اليوم القصف على قاعدة عين الأسد. وبالتالي اليوم إيران تشعر من أن الملف العراقي عبر تصرفات الحكومة العراقية قد يؤكد أو قد يؤشر إلى أن النفوذ الإيراني يهدد، وبالتالي هي تقوم بعمليات تصعيد سواء في الميادين عبر قصف حقل العمر، ولو كان هناك نفيا أمريكيا، لكن لدينا شهادات من السكان من أن عملية القصف تمت مساء الأمس، وبالإضافة إلى عمليات التدريب التي كانت تتم والانفجارات، لكن القصف تم بصاروخين كاتيوشا وقعوا بعيدا واشتعلت النيران في مكان ما. إذا اليوم إيران من مصلحتها أيضا النفي الأمريكي هو متوقع، اليوم لا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنجرار إلى حرب استنزاف تخدم الأجندات الإيرانية، لا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من زعزعة وجود أو
حكومة يعني الرئيس الوزراء العراقي الكاظمي، لأن اليوم لديه توجهات وطنية تخدم عودته إلى الحضن العربي، تخدم استقلالية القرار، وبالتالي إيران اليوم في موقف مأزوم داخلياً، موقف مأزوم تفاوضياً، موقف تأزوم بنفوذها في المنطقة، تحاول بالتصعيد العسكري لإعادة التوازن لتلك الملفات. شكراً على كل هذه الإيضاحات من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجية السورية العميد أحمد رحال. طالب أكثر من 60 نائبا أوروبيا باتخاذ عقوبات ضد طهران على خلفية مخططاتها الإرهابية في أوروبا، كما طالب النواب الأوروبيون الاتحاد التزام سياسة حازمة تجاه نظام إيران، فيما طالب عشرات النواب الأوروبيون أيضا الاتحاد وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في أولويات العلاقات مع إيران. The situation in Iran has become critical. In this statement, members of the European Parliament expressed their deep concerns about the ongoing human rights violations in Iraq, and particularly the continued use of the death penalty. We call on the European Union to adopt a firm policy on Iran, to give priority to human rights, and to use its human rights sanctions mechanism, the European Magnitsky Act, to sanction violators of human rights in Iran. We express serious concern about Iran's nuclear weapons program, but also about Iran's use of terrorism on European soil. أحال القاضي غسان الخوري النائب العام العدلي بالتكليف في كارثة انفجار مرفأ بيروت طلبات المحقق العدلي طارق البيطار بحق المدعي عليهم كل من مرجعه المختصة. وكان القاضي بيطار قدم طلبات برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوقة، وكذلك رفع الأذنات من نقابة المحامين في حق المحامين يوسف فينانوس خليل فينيانوس عفوا وخليل وزعيتر ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل إلى مرجعه المختص. مشاهدينا، قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع ونناقشه مع ضيفنا، نتوقف مع هذه الصور. هذه صورة لحظة تصاعد الدخان، لحظة سقوط الصاروخ في محيط قاعدة عين الأسد التي طبعا ذهب قبل قليل أو صرح قبل قليل التحالف الدولي بمزيد من التفاصيل. إذن كما تشاهدون نتوقف أيضا مع صورة أخرى معنا. إذا المشاهدين، هذه الصور التي نتوقف هي تصاعد الدخان من محيط قاعدة عين الأسد لحظة سقوط الصاروخ. التحالف الدولي خرج قبل قليل وأدلى بتصريحات بأن عدد الصواريخ التي سقطت في محيط القاعدة هي 3 صواريخ، وحتى الآن لا توجد أي إصابات. إذا هذه هي الصور، الصورة الثانية يبدو بأنها من زاوية مختلفة. نعم. طيب نعود الآن إلى ملف لبنان. معنا من بيروت الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية. أهلا بك معنا دكتور بول. دكتور بول، يعني حقيقة وأنا أقرأ الخبر أنا حاولت أني أنا أفهم ماذا يعني بأنه أحالوا الموضوع لجهة الاختصاص عندما بدأ بطلب رفع طلب برفع الحصانة عن مجموعة من الوزراء. ماذا يعني ذلك قانونياً؟
هنا عندما يطلب القاضي الناظر في الملف وهو المحقق العدلي طارق البيطار رفع حصانات أو إعطاء أذنات للملاحقة إلى ما هنالك من طلبات من الجهات التي يتبع إليها المطلوب استجوابهم، فإن المرور هنا يكمن عبر النيابة العامة التمييزية لمخاطبة هذه المراجع المطلوب منها رفع الحصانات وإعطاء الأذنات، أي مثلا عندما يريد المحقق العدلي أن يتوجه إلى المجلس النيابي في لبنان وأن يطلب إليه رفع الحصانة عن أحد النواب الذين مراد استجوابهم، فإن ذلك يمر عبر النيابة العامة التمييزية، وهذا ما حصل رسميا اليوم، أي أن الأسبوع الفائت كان حدث ذلك علنا بواسطة الإعلام، لكن هذه الأيام القليلة التي تفصلنا عن الإجابة المنتظرة فهي أيام حافلة بالتبليغ، أي بالمعاملات الأصولية حسب الأصول، تبليغات للجهات المعنية برفع الحصانات وإعطاء الأذنات، وهي هنا مجلس النواب كما ذكرنا، لكن أيضا الوزراء ورئيس الوزراء المختصين أيضا برفع أو إعطاء أذنات لملاحقة من يتبع إليهم من قادة أجهزة أمنية مثلا، وأيضا الجهة الثالثة هي نقابة المحامين في بيروت التي انضوى فيها اثنان على الأقل من المطلوب استجوابهم وهما محاميان وزيران سابقان، فتعطي الإذن بالملاحقة هي الأخرى. طب لماذا أخذ الموضوع فترة يعني طول هذه المدة حتى الآن لم يتوصلوا لشخص معني ومسؤول عن نترات الأمونيوم التي دخلت في مرفأ بيروت لهذه الدرجة؟ يعني الموضوع صعب، ما هذا الموضوع يرتبط قراره بشخص واحد. نعم، هو يرتبط بشخص المحقق العدلي كما ذكرت، نعم لكنه يعني تفجير ضخم وفيه ملابسات معقدة جدا، وأيضا من أتى باليورانيوم ومن احتفظ بها في لبنان في المرفأ ومن أغرق السفينة، كل هذه الجزئيات ومن قصر ولم يتبصر وأهمل واجباته الوظيفية، هذه الجزئيات الأربع على الأقل هي موضع طيب يا دكتور تطبيق وتمحيص من المحقق العدلي الجديد. طيب، الذي لا ننسى أنه حل محل محقق عدلي سابق، وبالتالي نحن أمام نحو سنة من التحقيقات الفعلية ومنتظر في الشهور القليلة القادمة أن يصدر القرار الظني في هذا الملف تمهيدا للإحالة إلى المجلس العدلي وهي المحكمة الجزائية العليا في لبنان. طيب دكتور بول، يعني عشان نفصل الموضوع أكثر بساطة، إذا كانت الدولة تدار من جماعة معينة مصنفة على أنها أو فصيل مصنف على أنه ميليشيا، وأول ما توجهت أصابع الاتهام لهذا الشيء، لهذا الكيان الذي يعتبر سياسي مسيطر على الدولة، إذا كانت المحاسبة لأشخاص موجودين يعتبرهم القاضي إنهم قصروا في أعمالهم أو قصروا في واجباتهم، طب هم أصلا رح يروحوا يشتكوا لمين؟ رح يروحوا يقدموا شكواهم لمين؟ ولذلك فإن هؤلاء سواء قصروا أو هم يعني ارتموا في أحضان أي أحد يريد إغراق الساحة اللبنانية بمزيد من الفوضى وبمزيد من المحاور وبمزيد من التأجيج، فإن هؤلاء أيضا إذا ثبتت الإدانة بوجههم يكونون محكومين ومدانين. طيب، أنا وقتي فعلا انتهى. ليس هنالك إدانة، هنالك اتهام. أنا وقتي تماما انتهى، وهذا الموضوع يعني دكتور بول يعني يفتح ملفات ثانية ويفتح أسئلة كثير في الحقيقة، ولكن أنا آسفة الساعة انتهت. صحيح. هذه الساعة، على أمل أنه ممكن نناقشه فيها الساعات المقبلة، وحضرتك كمان تكون معنا لطرح المزيد من الأسئلة. من بيروت الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتهت هذه الساعة الإخبارية المفصلة، تابعوا دوما قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net لمعرفة المزيد من المعلومات. ألتقيكم بعد قليل في ساعة إخبارية أخرى مفصلة في أمان الله.